شفتي؟ بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. شكلك قوي يا مريم. شفتي ايه الوحاسة دي؟ سمي يا حبيبتي، سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة تسمي ايه يا مريم؟ سمي يوسف. انا حلمت ان انا سميته يوسف. يوسف عاشت الاسامي، يا رب يبقى سندك وظهرك في المستقبل. قادر يا كريم حبيبتي. حاتم، ايه اللي جابك؟ ما كفكش اللي عملته فيها وهي حامل؟ انا مش جاي عشانها، انا جاي اشوف ابني. ابنك تبقى تشوفه في المحكمه. محكمة؟ طب ليه يا حماتي؟ مش لما بطلقها الأول؟ طلقني يا حاتم لو سمحت، طلقني. كفاية قوي اللي أنا شفته معاك. أنا خلاص ما بقتش قادرة استحمل أعيش معاك أكتر من كده بعد اللي حصل بينا. كفاية مرمطة بقى، وأظن إن أنت كمان مش عايز تعيش معايا ومش محتاجني في أي حاجة. خلينا نخلص الموضوع من غير مشاكل. لو عليا مش عايز أطلقك، بس لو دي رغبتك تمام، يبقى تمضيلي على الورقة دي. ورقة ايه دي؟ يعني دي ورقة بتبريني من كل حاجة لو مش عايزة تشوفي وشي تاني. بعد إذنك يا مريم، أنا كنت عايز أسمي الولد محمد على اسم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. مريم، عمو بره بس وكان عايز أشوفه، ممكن أوريه له وأرجعه لك تاني؟ متأخر، وش لازم ياكل. حاتم. صحيح، انت طالع. معلش يا بنتي ما تعيطيش، هم ونزاح. انت نفسه يا حبيبتي. ماما روحي شوفي، طيب هو بيعمل ايه بره كل ده؟ الولد لازم ياكل. حاضر يا حبيبتي، حاضر يا بنتي. تعالي يا بنتي زقيني بسرعه. حاتم يا حاتم، حاتم يا حاتم، حاتم يا حاتم. هو خرج راح فين؟ مريم، حاتم خد الولد وخرج بيه بره المستشفى. خرج بيه ازاي؟ يعني ايه خد وخرج بيه؟ مش عارف اطلبيه. هو مش قال انه هياخده يوديه لعمه يشوفه؟ ازاي يعني؟ الولد محتاج يرضع. رقم المريض مطلق او مش متاح، رقم واحد لارسال ميديكول. ماما هو ممكن يكون خطفه؟ يا رب، يا رب يطمن عليك يا حاتم يا ابني. يا رب، يا رب استر. يا رب، رقم
نهار ابيض والتليفون مقفول. يا ترى ايه اللي حصل؟ عادل. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا ترى. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخدت منها الواد ازاي؟ مش مهم خدته ازاي، المهم ان انا خدته وخلاص. الحمد لله. وتبقى توريني بقى هتشوفه تاني ازاي؟ انا هتذلل لواحده زي دي؟ معلش يا حبيبي، انا هجوزك ست ستها ما تقلقش، والف من تتمناك. خلاص يا ماما انا مش عايز اتجوز تاني، انا عايز اربي الواد. انا كنت حاجز بس مستني لما اخد الواد، ودينا اطمنا وخدناه، نسافر كلنا بقى. انا يا ابني ما اقدرش على السفر وصحتي على قدها، وكمان ما اقدرش على تربيه العيال. خلاص يا ماما، ادعي لي بقى ان انا اقدر على تربيته. ربنا يقدرك يا ابني ويرزقك برزقه يا رب. اجيب لك حاجه من الدولاب تلبسيها؟ لا لا انا هلبس، انا كويسه انا كويسه شكرا. كان نفسي ارجع البيت وانت معايا وتنام في حضني، تسع شهور بحلم اني اشوفك، كان نفسي افرح بيك. كنت مستنياك عشان ابدا حياتي كلها بيك، منك لله يا حياتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حاتم. يا وجع قلبي. سافر؟ سافر امتى؟ هو لحق يسافر؟ طب وسايب محمد عندك ليه؟ مش فاهمة. أنا هاجي أخده دلوقتي. تنازل إيه؟ انت مجنونه يا ست انت؟ انا ما مضيتش تنازل عن ابني. لا طبعا ما مضيتش تنازل عن ابني. انت كدابه وابنك كداب. الو في ايه يا مريم؟ ماما حاتم اخد محمد ابني وسافر بيه بره مصر. يا نهار اسود، الورقه اللي مضاها لي امبارح ما كانتش عشان ابري، دي ورقه تنازل عن محمد. وانت ازاي تمضي على حاجه من غير ما تعرفي فيها ايه؟ ما قريتش يا ماما، ما خدتش بالي. يا نهار اسود. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حياتي. انا هعمل ايه ماما؟ هعمل ايه دلوقتي؟ العمل عمل ربنا يا بنتي. ربنا مش هيسيبنا ان شاء الله، ربنا مش هيسيبنا. بنتي هتروح مني يا شيماء ومش عارفه اعمل ايه. مفيش حاجه في ايدي اقدر اعملها. ما تقوليش كده يا طنط، يعني هي سايبة البلد برضو فيها قانون. قانون ايه يا بنتي؟ قانون ايه؟ ما تقلقيش هنتصرف ان شاء الله، ما تقلقيش. طب هو انا ممكن اطمن على مريم؟ هي مريم نايمة بس ممكن تخش تصحيها؟ لا لا خلاص سيبيها مرتاحة، هبقى اجي لها مرة تانية سلمي لي عليها. اخليكي يا بنتي. لا معلش حبيبتي،
معلش 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 يا حبيبي. شفت الجرالي يا شيماء؟ ولا حدش هشوفه حتى. ولا حدش حتى هوصفه. ما تقلقيش، اقعدي اقعدي ارتاحي ارتاحي. خلاص يا حبيبتي خلاص. انت ما نمتيش يا مريم؟ ما عرفتش انام. خلاص معلش يا حبيبتي، هنتصرف ان شاء الله، هيرجع لك. طيب ما حاولتوش تكلموا مامته؟ فندم ممكن اتكلم معاكي شويه يا طنط؟ مفيش كلام يتقال، ابني وطلقك وابنك وسافر معاه زي ما قلت لك في التليفون. عايزه حاجه تانية؟ يا طنط حضرتك ام واكيد حاسه بيا، انا ما لحقتش اضم ابني في حضني حتى 5 دقايق من بعد ما اتولد. محدش قالك تتنازلي عنه، وبعدين يا حبيبتي انت كاتبه تنازل عن كل مستحقاتك وعن ابنك كمان. يعني ايه؟ ابنك خدعني، ضحك عليا وسرق ابني مني. انت جايه ببيتي تقلي ادبك عليا وتعلي صوتك عليا؟ امشي اطلعي بره. لا مش همشي. لا هتمشي. لا انا هقعد. هتمشي رايحه فين؟ يا دانت الله يخليكي، الله يخليكي، حطي نفسك مكاني. انا لو قطعوني وموتوني ما اتمناش اكون زيك وابيع ابني. بقى انت وام انت، الحمد لله ان ابني خلص منك ومن عرفك. يا دانت لو محمد في مصر قولي لي مكانه. الله يخليكي، ما تحرقيش قلبي عليه. ابنك سافر سافر، ما توجعيش قلبي. وهو ابنك ياخد ابني ويسافر بيه ليه؟ ده لو كافر ما يعملش كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت بتحاسبيني على ابني وصوتي؟ انت خلصتي سنتين ضاهيه. طب انا مش هسكت على فكره، وهسجن ابنك عشان احرق قلبك عليه زي ما حرقت قلبي، وهجيب ابني ولو في اخر الدنيا. ابني تقدري هنعمل ايه؟ قولي يلا سنتين ضاهيه وحرقتي قلبي. يا ساتر جاتك وجع في قلبك. محمد ماما يا قلبي، بتعيط ليه يا قلبي؟ متعيطش، انا جيت حبيبي.
محمد، محمد يا مريم، يا مريم، محمد يا مريم، محمد يا مريم، تعملي ايه يا مريم؟ يا مريم يا مريم، عايزه تموتي نفسك يا مريم، الحقيني يا معوض يا مريم. انهيار عصبي، انا هكتب لها على شويه ادويه مهدئات، لو ما اتحسنتش هنضطر ننقلها للمستشفى. هو المستشفى الحل؟ ما هي ممكن تسهيك وتحاول تموت نفسها، الاسبوع اللي فات حاولت تنط من البلكونه. طب خلاص انا هتابع حالتها من البيت، بس على فكره هي محتاجه شويه رعايه واهتمام. يا دكتور دي بنتي الوحيده، ده انا اخدمها برموش عينيا، انا ماليش غيرها وهي ملهاش غيري، انا بس عايزه افهم هي عندها ايه؟ اكتئاب شديد نتيجة الظروف اللي مرت بيها. لا مؤاخذة، عجزة حضرتك محسسة بقلة الحيلة. وانا ذنبي ايه يا دكتور؟ من فضلك يا مدام، انا مش عايزة اضايق حضرتك، بس لازم اكون صريح مع حضرتك ولازم احطك في الصورة. هي نفسيا هشة وضعيفة، لازم تكون مسنودة على ام قوية. عندك حق يا دكتور، ما كنتش أعرف إن دموعي هي سبب تعبها، وإني قهرتي وإحساسي بضعفي هو اللي عياها. اتصلي بيا في أي وقت، بس من فضلك أنا عايز أشوف ابتسامتك عشان لما تصحى ما تشوفش دموعك. حاضر حاضر يا دكتور، شكرا. تحت أمرك، تحت أمرك. السلام عليكم. ألف سلامة عليك يا مريم، ربنا يصبر قلبك يا ضنايا ويرد لك ابنك قادر يا كريم. حبيبة ماما ربنا معاك يا حبيبتي، يشفيك ويبعد عنك كل شر. عملك فطار يا مدام؟ لا متشكرة، حضري الفطار لمريم واعملي لها حلبة بالعسل. ها؟ حاضر يا مدام. تمام. يا رب خير. ايوه يا طنط. الو، ازيك يا شيماء؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. معلش يا حبيبتي انا معطلك عن شغلك. لا 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 ابدا يا طنط خالص، حضرتك كلميني في اي وقت. مريم كانت هتروح مني يا بنتي. خير يا طنط؟ حصل حاجه؟ لا الحمد لله، قدروا لطف. ان شاء الله ان شاء الله ابنها يرجع لها تاني وهيبات في حضنها، ما تقلقيش يا طنط. بس حضرتك خلي عينك عليها، ما تقلقيش يا طنط، ما تقلقيش، انا هتصرف. ربنا يخليك يا بنتي، ربنا يخليكي ويعمر بيدك. ايوه انا عارفه انك هتتصرفي.
شكرا قوي قوي. مع ألف سلامة. مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألو؟ أيوة يا هاني. تسلم ايدي. طمني خالص يا مدام مريم، الورقه اللي في ايده دي ملهاش اي سند قانوني. بجد يا استاذ هاني؟ يعني هو دلوقتي حضانه محمد مش من حقه؟ اكيد لا طبعا، مجرد انه كتب الورقه دي معناه ان هو ملوش اي درايه بالقانون. بس السؤال، انت مضيتي على اي مقابل مادي في الورقه دي؟ معرفش، انا مضيت من غير ما اقرا. عموما انا هبدا في الاجراءات من بكره وخير ان شاء الله. طيب بالنسبه ان هو خد الولد وسافر بره، احنا هنرفع القضيه، وزاره الخارجيه بعد كده بتعمل نشره باسمه وصورته وتوزعها على كل السفارات بره. طب ودي فايدتها ايه؟ لا الفايده كبيره قوي، مجرد ان هو يعمل اي غلطه اي مخالفه احنا لينا رجالتنا بقى في السفارات دي بنعرف نجيبه. طب واحنا هنستنى لما يغلط ولا يعمل مخالفه؟ افرض ما عملش. ايوه ما هو مش معقول الكلام ده برضو. مش بس كده يا جماعه، اطمنوا بس واهدوا، احنا لينا رجالتنا، مجرد انه يخرج من المطار يدخل مينا احنا بنعرف نجيبه، ده شغلنا. ربنا يطمن قلبك يا حبيبي، والله احنا مش عارفين كنا من غيرك هنعمل ايه. احنا لسه ما عملناش اي حاجه. هاني هاني زي اخويا يا طنط، انا وهو متربيين مع بعض من لما كنا ساكنين في شبرا. يعني يا استاذ هاني، ورقه التنازل اللي انا مضيت عليها دي ملهاش اي قيمه لا شرعا ولا قانونا؟ اطمني خالص، الورقه دي بالله ويشرب ميتها. حق يا ابني، لو رجعت لنا محمد ليك عندي مكافأة كبيرة جدا، ده غير أتعابك كمان. لا ده أنا كده هزعل بقى يا هانم، ده لسه شيماء بتقولك إحنا إخوات وجيرة، عيب يعني؟ إحنا شبراوية يا أست هانم، عيب. طمني اطمني. طب اتفضل القهوة. وحشتني قوي يا محمد، نفسي أشوفك ولو يوم واحد بس، حتى لو بعده هموت. فاتت سنة يا محمد، سنة. يا ترى شكلك ايه يا حبيبي دلوقتي؟ يا ترى بتسأل عليا؟ يا ترى نفسك تشوفني زي ما انا هموت واشوفك؟ طب ابوك قالك عليا ايه؟ اكيد قالك ان انا مت، بس انت اكيد حاسس. أنا بموت فعلا طول ما أنت مش جنبي، بموت كل يوم لحد ما ترجع لحضني. وحشتني قوي يا محمد، فاتت 3 سنين يا حبيب قلبي ماما، 3 سنين من غير ما اشوفك ولا مرة، ولا حتى سمعت صوتك في التليفون. بس انت عمرك ما غبت لحظة عن بالي، ان انا كل ما اسمع طفل بينده على امه بحس ان انت اللي بتنده عليا، وكل ما اشوف ولد صغير اقعد اقارنه بيك واقول اكيد محمد احلى منه، اكيد اجمل منه.
نفسي اسمع صوتك، نفسي اشوفك يا محمد، مش عارفة اعمل ايه. الصبر من عندك يا رب، الصبر من عندك يا رب، الصبر من عندك يا رب، الصبر من عندك يا رب. فاتت 4 سنين يا محمد، وأنا كل يوم قاعدة في وسط أطفال في نفس عمرك بشوفك فيهم، وبموت لما بحضن حد منهم، بحس إني حضنك أنت. بس برضو مش زي لما تكون أنت، أنا عايزك أنت اللي تبقى في حضني، حضن ماما. صباح الخير. صباح النور. انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ قوي قوي، اتفضل. هي الاستاذه اللي قاعده هناك دي مشرفه معاكي هنا في الدار؟ اصل انا كل ما باجي بقابلها. مدام مريم؟ اه، دي بتيجي كل يوم بتجيب حلويات للاطفال وتقعد تلعب معاهم، بتحن عليهم يعني. اه، بتيجي هنا كل يوم، ما بتفوتش يوم. اصلها صاحبه مدام شيماء مديره الدار. اوكي، طب انا ممكن اقابل مدام شيماء؟ قوي قوي يا فندم، اتفضل. لا، هي مطلقة، بس الحقيقة يا أستاذ طارق أنا مش عارفة رد مريم هيكون إيه، بس خليني أسألها ونشوف، هي أكيد مش هتلاقي أحسن من حضرتك. متشكر جداً، وخايف أكون بتعبك معايا، بس بصراحة كده أنا من ساعة ما شفت مدام مريم وأنا معجب بيها جداً، وزي ما قلتلك أنا عايش لوحدي وبصراحة مش هلاقي أحسن منها. كفاية يعني إنها صاحبتك، وحضرتك يعني في غاية الأدب والاحترام. متشكرة أوي. هي مريم مش بس صاحبتي، هي أكتر من أختي، بس للأسف حظها ما كانش كويس. مين عارف، يمكن ربنا يبعت لها نصيب أحسن. شكر جدا، وهستنى ردك في أقرب وقت. بالنسبة للحاجات اللي طلبتوها من الشركة عندنا، أيوة، المندوب هيكون موجود بكرة. مع السلامة. شكرا. شكرا. شيماء، انت طلبتيني؟ اه يا حبيبتي، كنت عايزاكي. انا كمان كنت عايزاكي على فكره. القلوب عند بعضها، بس قولي انت الاول. طيب، انا كنت عايزه اطلب منك ان انا اشتغل معاكوا هنا في الدار، ومش مهم الفلوس، بصراحه مش بيكفيني الساعتين اللي بقضيهم هنا مع الولاد كل يوم، ووجودي معاهم بيعوضني كتير عن غياب محمد ابني، وبحس ان انا ارتبطت بيهم وعايزه اقضي معاهم اوقات اطول. هما كمان بيحبوكي قوي وتعلقوا بيكي قوي، بس انا عندي ليكي حل احسن من كده ويأملك مستقبلك كمان. جواز تاني يا شيماء؟ هو انت وماما ما بتيأسوش؟ يا حبيبتي انا اتجوزت مره وخلاص، جرالي فيها ما جرالي. يا حبيبتي ما هو مش عشان تجربه جواز فاشله هتنسي نفسك، حرام عليكي، انت بنت حلوه وصغيره و100 واحد يتمناكي. بعدين انت مش كنتي عايزه بنوته؟ اه، نفسي قوي اجيب بنوته. ده انا هفرح قوي لو محمد بقى عنده اخوات ويبقوا كتير كده وعزوه. ما انت عارفه انا عشت عمري كله وحيده، ما كانش عندي اخوات، بس فكره الجواز نفسها انا مش قادره اتقبلها دلوقتي. انا ما بفكرش في حاجه ليل نهار غير ان انا ارجع ابني. والموضوعين ما يتعرضوش مع بعض، ايه المانع لما محمد يرجع يلاقي اخواته حواليه؟ لا ازاي، لو اتجوزت مش هعرف ارجع ابني ابدا، ساعتها ابوه هيبقى قانونا من حقه انه ياخده. ما انت عارفه الحضانه مش هتروح لماما علشان ظروف مرضها، وكده هخسره خالص. يا حبيبتي انتي رافعه قضيه بقالك 4 سنين وسنه ورا سنه، ويا عالم هيرجع ولا مش هيرجع. انا اسفه، ما كانش قصدي ازعلك ولا ضايقك، بس حتى حماتك مش عايزه تقولك هما فين ولا في انهي بلد. مريم فكري كويس، انا شايفه انه ده حل مناسب عشان تنسي اللي حصل من حاتم، وطارق محترم وكويس. انا بشتغل معاه بقالي سنه في الدار، عمري ما شفت منه حاجة وحشة أبدا. أنا ما عنديش اعتراض عليه، أنا اللي مش هقدر. خلي أملك في ربنا كبير، وعيشي حياتك وتجوزي، وابنك أكيد هيرجع لك، لأن ربنا عمره ما بيرضى بالظلم أبدا.
يا رب. حبيبتي ما هو مش عشان تجربة جواز فاشلة هتنسي نفسك، حرام عليكي، انتي بنت حلوة وصغيرة وميت واحد يتمناكي، بعدين انتي مش كنتي عايزة بنوتة؟ مين احسن واحد يلعب بالكرة دي؟ انت؟ ولا انت؟ طب اللي هيلحقها الاول هو اللي هياخدها. مين عايز اللعبه الحلوه دي؟ لا يا جنى دي بتاعت ولاد. انتي بتحبيها؟ طيب فارس بقى كان طالب دي وانا جبتها له، ايه رايك؟ مبسوط؟ ماشي. وانا عاوزه اه ايوه قلت لك العب بيها بس مش في دماغي. برافو عليك، اجري وراها. صباح الخير. صباح الخير. ممكن اتكلم معاك شويه؟ اتفضل. طيب اتفضلي اتفضلي. هعرفك بنفسي الاول، انا طارق الشاذلي، محاسب في شركه قطاع خاص ولينا تعاملات هنا كتير مع الدار. وما اخبيش عليك يعني سالت عليكي مدام شيماء وعرفت ان انت ما بتشتغليش هنا، بس كل ما باجي بلاقيكي واقفه مع الاطفال، في ايه؟ اه انا برتاح لما اجي اقعد معاهم واستمتع وانا بتعامل معاهم، انا بحب الاطفال. صدفه غريبه قوي، انا كمان بحب الاطفال قوي بجد. بنسى نفسي وانا معاهم وبحس بسعاده كبيره قوي. وانا كمان كويس. انا يا ستي اتجوزت مره قبل كده بس ما قدرناش نكمل مع بعض. وخلفته؟ لا ما خلفناش. ليه؟ قصدي يعني ما كملتوش ليه؟ اصلا انا كنت بشرب كتير لدرجه تقولي كده كنت مدمن خمور. كنت ولا؟ لا كنت طبعا، دلوقتي خلاص انا مبطل، بقالي سنتين تقريبا انه بدا يعمل لي مشاكل مع عيلتي وفي الشغل، فكان لازم ابطل. وانتي بقى؟ انا ايه؟ طلقتي ليه؟ كان بيخوني ولما كنت بعترض كان بيضربني واكتر من مره، ما قدرتش استحمل. عندك حق طبعا، الواحد لو جه على كرامته مره خلاص بيفضل يتنازل طول عمره، بصراحه ما فيش اي حاجه تستاهل ان البني ادم يتنازل عشانها. هو الحقيقه كمان انه هو لما اخد ابني من حضني كسر جوايا حاجات كتير قوي. إن شاء الله ابنك يرجع لك قريب وتشوفيه وتاخديه في حضنك تاني. يا رب. بتقولي إيه يا مريم؟ عاوزة تتجوزي واحد خمرجي؟ ده أنت بعد حاتم ياما تقدم لك عرسان، إشي مهندسين وإشي دكاترة. هو مش خمرجي يا ماما، هو كان عنده مشكلة وخلصت خلاص، وده اللي أنا مقتنعة بيه. وكفاية قوي اللي جرالي نتيجة انكم غصبتوني ان اتجوز حاتم. المرة دي انا هتجوز باختياري. ماشي يا بنتي ما قلتش حاجة. طب نسأل عليه؟ نسأل عليه تاني؟ انا سألت عليه وعرفت عنه كل حاجة خلاص. يا بنتي انتي عارفة انا نفسي اجوزك وافرح بيكي وتبقي اسعد الناس. طب وابنك محمد لما يرجع بالسفر؟ انتي عارفة ظروفي انا
انا ما اقدرش اضمه لحضانتي. احنا فكرنا في الموضوع كويس يا ماما، عشان كده انا وطارق قررنا اننا هتجوز عرفي. ايه؟ اتفضلي يا مدام مريم. كده نقدر نقول ألف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبتي. ربنا يتمم لك بخير يا رب مريم. مريم. فين دي؟ طريقة انا رسمت ايه؟ ده تخيلي الشكل ابني. وريني كده. ان شاء الله يا حبيبتي ابننا هيبقى عمر كده ان شاء الله. ان شاء الله. لا انا قصدي على محمد ابني. ابني انا يا حبيبتي. انا ابنك وجوزك واخوكي وابوكي وجوز عمتك وعمتي كمان. اكيد يا حبيبي. بس انا متخيله ان محمد هيبقى شكله اقرب ليا، يعني ملامحه هتبقى شبهي انا. يعني هيطلع شبهي انا اكتر ولا يطلع شبه ابوه؟ طب انا هدخل اكمل النوم عشان انا ما نمتش كويس. لو عاوز تبقى حصليني. انا تعبت يا شباب، تعبت وجبت اخري معاها خلاص. بس انت متجوزها ومن الاول عارف ظروفها. عارف ظروفها كويس ومتعاطف معاها جدا. بس خلاص بقى، ما بقتش قادر استحمل جو الكآبة اللي هي عايشه ومعايشاني معاها فيه ده. انا بدات ازهق بصراحه. خايف اندم. تندم على ايه؟ مش للدرجه دي يعني يا طارق. وبعدين مريم بتحبك وانا كمان بحبها، بس ما ينفعش تعيش حياتها كلها لابنها اللي مش موجود ده. انا لغايه دلوقتي مش حاسس ان انا اتجوزت. احنا لسه متجوزين قريب، امال بعد كام سنه هتعمل ايه؟ حاضر يا دور، انا هكلمها والفت نظرها. وانت كمان حاول تستحملها شويه. انت عارف يعني الظروف اللي هي بتمر بيها مش سهله ابدا. هي محتاجه تحس انك انت واقف جنبها وفي ظهرها. حاضر يا شيماء. حاضر، هستحمل كمان شويه. تعالوا نشوف بقى الواقعه اللي اتكلم عنها
اللواء محمد كمال. وورد لينا بلاغ من خال الطفل يوسف باختفائه عن المنزل. يا حبيبي يا ابني. وبعدها في اتصالات هاتفية بتطلب فدية. على الفور وبالانتقاله بعمل فريق بحث سفير بدأنا نحدد خط سير الطفل المخطوف. ايه يا حبيبتي؟ بتعيطي ليه؟ في ايه؟ اللي بتتصل جايبين ولد يا عيني خطفوه من قدام باب بيته واهله كانوا سايبينه يلعب وطلعوا ورجعوا ما لقوهوش بقالهم 3 شهور مش عارفين يلاقوه تاني. زمان امه يا عيني قلبها محروق عليه. معلش يا حبيبتي اطمني، اكيد اهله هيلاقوه ان شاء الله. هيلاقوه ازاي؟ ما مش عارفين يرجعوه، واللي بيتخلف بالطريقه دي ما بيرجعش، ما بيعرفوش يلاقوه تاني. هو انت تعرفيه يا حبيبتي؟ تعرفي الواد ده؟ ما اعرفوش، بس فكرني بمحمد، ما انا برضه مش عارفه الاقيه. ده عمره دي السيره اللي مش هنخلص منها. هو ما فيش يوم واحد هيعدي علينا من غير نكد وقرف؟ في ايه بقى؟ ما ترحميني. يوه طبعا المدعو مش معقول طبعا تكوني انت بتتكلمي النهارده في الموضوع ده بالصدفه. اكيد طارق اشتكى لك. انا بتكلم معاكي عادي على فكره، الراجل ولا اشتكى لي ولا اي حاجه. لا هو اشتكى لك يا شيماء، وحتى لو اشتكى لك هو عنده حق. انا فعلا مش قادره اتغير. انا كنت فاكره ان انا لما اتجوز هنسى اللي حصل لي وهتشغل بحياتي الجديده، لكن موضوع محمد ما بيروحش من بالي ولا لحظه. بالعكس انا حاسه ان انا لما كنت لوحدي كنت احسن. ما ينفعش اللي انت بتقوليه ده، انت كده هتضيعي طارق من ايديكي، بعدين هو ما يستاهلش منك كل ده. غصب عني يا شيماء، والله انا حاولت، لكن الظاهر ان انا اتعقدت من الجواز. منه لله حاتم بقى، ربنا ينتقم منه. اللي عمله ده دمرني نفسيا. يا حبيبتي انت زي الفل، انا عارفه الموضوع صعب ومش سهل، محتاج وقت. ادي نفسك فرصه وكل حاجه هتبقى كويسه يا رب. انا نفسي والله. طب بصي يا ستي، انا وهشام عازمينكم بكره على العشاء، وهي فرصة، احنا بقالنا كتير قوي ما خرجناش مع بعض، وهخلي هشام يكلم طارق يعزمه. خلاص؟ شكرا يا شيماء، ربنا ما يحرمنيش منك. ما تقوليش كده، انتي حبيبتي. ايه ده انتي لابسه كده ورايحه فين؟ مفيش، انا هروح بس ازور عمه محمد عشان عرفت انها رجعت من السفر امبارح وعايزه اسالها عليه. محمد ابنك؟ طب وهشام وشيماء اللي المفروض نقابلهم النهارده هنعمل فيهم ايه؟ اوكي هاجي لكم على هناك بالليل احصلكم. هم اتاخروا شويه؟ يعني زمانهم جايين. طب عايز لك ايه بقى؟ لما يجوا بنبقى نطلب. مساء الخير يا جماعه. اهلا، ازيك يا طارق؟ ازيك يا هشام؟ عامل ايه يا معلم؟ تمام. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله. هي مريم فين؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ يعني مش عارف. قبل ما انزل قالت لي انها هتروح عند عمه ابنها عشان تسال عليها، وقالت انها هتحصل ده لو جت بقى. لا اكيد هتيجي، يعني مش معقول مش هتيجي. ولا ما تجيش خلاص، ما بقتش تفرق معايا. هي دي صحبتك؟ هي دي اللي قلت هتنصحيها؟ أنا بجد يا جماعة خلاص جبت آخري معاها. معلش، إن شاء الله ربنا هيهديها. إن شاء الله. بقى عن إذنك. إيه يا طارق؟ ما تصبر عليها شوية، ما أنت عارف. أصبر إيه أكتر من كده يا هشام؟ أنا جربت كل حاجة معاها. أنا خلاص بقيت كاره حياتي. حياتنا بقت نكد في نكد وكآبة. طب صلي على النبي، بس صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. برضه ما رضيتش تقول لي على مكانه يا ماما. هما متفقين عليا، كلهم متفقين عليا. معلش، اصبري يا بنتي. الصبر من عندك يا رب العالمين. الصبر من عندك يا رب العالمين. أيوة شيماء. أيوة يا بنتي، أنتي فين؟ لا أنا كويسة، بس مش هقدر أجيلكم. أنا تعبانة قوي. معلش خليها مرة تانية. ماشي
طيب خلاص نتكلم بعدين، هكلمك بعدين، انا بس كنت عايز اطمن عليكي. مع السلامة. يا طنط انا كويس الحمد لله. هي مريم فين؟ هي جت من بره ونامت. نايمه وعاجبك اللي هي بتعمله معايا ده؟ استحملها يا ابني عشان خاطري. سايباني قاعد لوحدي مع شيماء وجوزها، كان المفروض تحصلني دلوقتي. دي حتى ما اتصلتش بيا تقولي مش جايه، ولا قالت لي ان هي جايه عند حضرتك. انت راجل يا طارق ولازم تقدر ظروف أم تاخد منها ضناها. طب تحب أصحيها لك؟ لا خليها نايمة، ولما تصحى بقى تبقى تروح البيت. مع السلامة. يا رب يا تاكلي يا مريم؟ كلت كلت يا ماما. بصي بقى يا بنتي، بصي لي، انا صحيح ما كنتش موافقه على جوازتك من طارق، بس خلاص دلوقتي بقى جوزك وله عليك حقوق، وانتي بقالك 3 ايام سايبه البيت من غير سبب، وهو ملوش ذنب. وده يا حبيبتي ما يرضيش ربنا. ارجعي بيتك، ربنا يهديكي ويصلح لك الحال يا بنتي. حاضر يا ماما. يا حبيبي حبيبي
صباح الخير يا حاتم. حاتم مين؟ أنا آسفة. أنا طارق على فكرة. أنا آسفة يا طارق، أنا آسفة قوي غصب عني، معلش. آسفة على إيه ولا على إيه بقى؟ يا طارق معلش، أنا لقيت نفسي أعصابي تعبانة، كل شوية أعيط ومش عارفة أسيطر على نفسي، وأنا عارفة إن أنت ما بتحبش الجو ده، قلت أبعد. ده أنت حتى روحت لمامتك من غير ما حتى تعبريني التليفون. معلش يا طارق، معلش، أنا عارفة إن أنا مقصرة معاك. كويس إن أنت عارفة. اعمل لك ايه بقى تفطر بيه؟ هاكل حاجه في الشغل. طيب هعمل لك ساندوتش تاخده معاك. قلت لك هاكل حاجه في الشغل. ايه ده يا طارق؟ طب انت حاطط الهدوم اللي مش نظيفه هنا ليه؟ كنت حطها في الغساله. معلش بقى، حياه العزوبيه انت عارفه. وانا لو متجوز كانت مراتي خدت بالها مني، وما كانش ده بقى حالي. مش الدرجات يعني يا طارق، هما كلهم يومين اللي انا قضيتهم عند ماما. شيماء هي اللي قالت لي ان انت عند مامتك، انت حتى ما قلتليش، ولما رجعتي رجعتي بمزاجك. انا اللي غلطان برضه، انا اتجوزت قبل كده وعرفت انه مشروع فاشل. ايه اللي خلاني اتجننت في عقلي واتجوزت تاني؟ مش عارف، غاوي وجع دماغ انا. طارق، يعني انت شايف ان جوازك مني غلطة؟ انت شايفة ايه؟ مريم، انت ما كانش ينفع تتجوزي تاني. انت ما بتعمليش حاجة في حياتك غير ان انت بتفكري في ابنك وبس. وبصراحة بقى، انا شايف بقى انك فعلا لحد كده. اه صحيح، انت طالب. صلي على النبي بقى عليه الصلاه والسلام. انا عايزه اقول لك على حاجتين يا مريم. اول حاجه عايزه اقولها لك ان انا بجد اسفه على اللي حصل. انا مش عارفه اودي وشي منك فين. انت ذنبك ايه يا شيماء؟ انت كنتي مجرد وسيط مش اكتر. انا اللي شايله مسؤوليه كل التصرفات اللي عملتها. وهو بصراحة طارق كان عنده حق، أنا مكانش لازم أرتبط تاني. العيب فيا أنا مش فيهم. الحاجة التانية اللي أنا عايزة أقولها لك حاجة هتفرحك. تفرحني؟ طب قولي يا شيماء، أنا في عرض أي حاجة تفرحني. وليد أخويا شاف حاتم في مكة. حاتم في مكة؟ ومحمد كان معاه؟ أيوة حبيبتي كان معاه. بجد محمد كان معايا وهو شاف محمد؟ طب محمد شكله ايه دلوقتي؟ طب ما صورهوش، ما اتكلمش معاه، ما لحقش يعني يعمل اي حاجه. هو للاسف نده عليه، بس حاتم راح جري في الزحمه. بس معنى كده انه في امل، ما تقلقيش. احنا نكلم هين المحامي ونخليه يقدم طلب للخارجيه علشان هم يبعتوا للسفاره السعوديه، واكيد هيمسكوه. اتفق لي خير. السفارة ردت علينا، بس للأسف هو مش بيشتغل في السعودية، هو كان بيعمل عمرة وسافر. سافر على فين؟ سافر على دبي. طب ينفع نبلغ سفارة دبي مش كده؟ حصل حصل، ورجالتنا بتعمل اللازم دلوقتي. طيب الحمد لله، الحمد لله، ربنا يطمنك. أنا بس مش عايزك تقلقي يا مدام مريم، المسألة بتاخد وقت، بس إن شاء الله ما تقلقيش. مقلقش ازاي يا استاذ هاني؟ انا ما عنديش حاجه في حياتي اهم من الموضوع ده. حضرتك مش متخيل، انا لا بعرف انام ولا عارف اعيش اساسا. والله انا مقدر ظروفك قوي، بس انا بوعدك ان شاء الله هيرجع، بس انا بس بتاخد وقت شويه. خير ان شاء الله. ايه
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، اللهم إني أشكو إليك من ظلمني، اللهم إني أشكو إليك من أذاني، اللهم إني أشكو إليك من ظلمني. حسبي الله وكفى بالله حسيبا، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تقبل الله يا مريم. منا ومنكم يما. يلا يا بنتي يلا قومي نتسحر، كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا ماما. حاضر جاي وراك. يلا تسلم ايدك يا ام عوض. يا مريم ما بتتسحريش ليه؟ بكره صيام يا بنتي. النهارده عيد ميلاد محمد يا ماما، كمل 5 سنين. كل سنه وهو طيب يا حبيبتي، لا حول ولا قوه الا بالله. قولي ورايا يا بنتي. اللهم يا جميع الناس إلى يوم لا ريب فيه. اللهم يا جميع الناس إلى يوم لا ريب فيه. اجمع بيني وبين ابني. اجمع بيني وبين ابني. محمد ابن مريم. محمد ابن مريم. على خير مودة ترضاها. على خير مودة ترضاها. اللهم رده لي. اللهم رده لي. كما رددت يوسف إلى أبيه. كما رددت يوسف إلى أبيه. وكما رددت موسى إلى أمه. وكما رددت موسى إلى أمه. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك. على سيدي وشفيعي وحبيبي. على سيدي وشفيعي وحبيبي. محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. ألو، أهلا يا أستاذ هاني. موبايلها مش عارفة باين إنه فاصل شحن. إيه؟ بتقول إيه؟ لا بتتكلم جد؟ وهو فين دلوقتي؟ في القسم؟ إلهي ربنا يعمر بيتك يا رب، يا رب يخليك يا رب. إلهي ربنا يعمر بيتك يا رب، ربنا يخلي لك ولادك يا رب، ربنا يخليك ويعمر بيتك. مين مين ماما كريم؟ مين ماما؟ مع السلامة يا أستاذ هاني. ده الأستاذ هاني. فيه؟ لا محمد. محمد ابنه؟ أيوة. لا فين؟ هو في القسم. يعني هو متأكد ان ده محمد ابني مش ابن حاتم؟ ايوه محمد ابنك. ابني انا ماما؟ ايوه ايوه محمد ابنك. يعني انا هشوفه؟ يعني وصلت دلوقتي روحت هشوفه؟ ايوه هتشوفي. مش بحلم زي 5 سنين اللي فاتوا؟ هلمسه يا احضنه واخده في حضني كده واشوفه. ايوه حطيتي كده على وشه.
هلمسه واخده في حضني. هو هيعرفني وهيحس بيا. هيعرفك يا حبيبتي. هحضنه هاخده في حضني فعلا 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 هتحضنيه. بس انا خايفه قوي ماما. لا ما تخافيش، انا عايزاكي تروحي هاديه مش خايفه. طيب حاضر هبقى هاديه، بس انا خايفه برضو. انا هقوم البس هبقى هاديه، بس انا خايفه ماما. مفيش حبيبه ماما، مفيش. أنا مش عايزاكي تروحي خايفة يا بنتي، عايزاكي تروحي هادية علشان ابنك يشوفك هادية وعاقلة ورزينة يا بنتي. هو أكيد بيحبني وأكيد نفسه يشوفني طبعاً. ماما ما هو بيشوف أصحابه كلهم مامهاتهم معاهم، هو الوحيد اللي ما عندوش أم، أكيد نفسه يشوفني وأكيد لما أخده في حضني هيحس بيا وهيحضني وهيبقى حنين عليا. مش كده؟ أنا نفسي أوي أشوفه يا ماما. أنا خايفة يا ماما. ما تخافيش اهدي اهدي يا مريم، اهدي يا حبيبتي. طيب خلاص انا هقوم البس. هو طب انا عايزه اخد له حاجه معايا، عايزه انا ممكن اخد له اي هديه من انا هاخد له كل الهدايا اللي انا كنت عماله اجيبها له طول الخمس سنين اللي فاتوا، مش هلاقيهم كلهم في الشنطه ما حدش يشوفهم، ولا هاخد له كل الهدايا اللي كنت بشتريها طول الخمس سنين اللي فاتوا عشان يفرح كده ويحس. طب انا هروح البس وهقوم واحنا في الطريق هبقى افكر في اي. بيحبوا مامهاتهم. اهدي يا مريم كده هتخدي الواد. مالكش دعوة انت، شيل ايدك ما تتدخلش مني وبينه. يا حبيبي ما تخافش انا بحبك. بالراحة عليه بس يا مدام مريم، هو لسه مش واخد عليكي، استني عليه شوية. انا ماما يا محمد. انا عارفك، انا شفتك في الصور، انت وحشة. يا حبيبي دي ماما اللي بتحبها وانا ديتا يا قلبي. انا شفتك في الصور انت كمان، انت وحشة. محمد انا مش وحشة يا حبيبي، مين اللي قالك؟ منك لله يا شيخ، كرهت ابني فيا وزيت قلبه عليا. ربنا ينتقم منك، ربنا يحبك يا اخي. فرحان بيه انت كده؟ ذنبه في رقبتك، بكره كل اللي انت علمته له ده هيعمله فيك وهيكرهك. علمته ايه؟ علمته الكره والجحود اللي جواك؟ هو ده بس اللي هو هيورثه منك، قلبك الاسود. منك الله ربنا ينتقم منك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اهدي يا مريم، اهدي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا بحبك يا محمد. انا مش وحشه يا محمد، انا بحبك يا حبيبي، والله العظيم بحبك قوي. انا ما اعرفش بابا قال لك عني ايه، بس كل اللي اعرفه ان انا طول عمري مستنيه ان انا اشوفك، وكان نفسي قوي ان انا احضنك واطبطب عليك. انا ماما يا حبيبي، وهفضل طول عمري مامتك، وهفضل طول عمري بحبك. نزع المحضر يا مدام ولا كملي جراد؟
في اي حاجه مطلوبه مني دلوقتي؟ لا تقدر تفضل. شكرا. لا.